السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة، مرحبا فيكم. مقطع جديد لفيفا 21. طبعا قبل ما نبلش المقطع يا شباب لا تنسوا الاشتراك واللايك لو عجبكم المقطع. واليوم حنلعب فيفا 21 اللي هي طور المهنة، حنبلش المهنة الجديدة. طبعا أول شيء بنشكر EA وGame Changers على دعمهم للمقطع وعلى سبونسر للمقطع. وان شاء الله انا حسوي giveaways على حسابي في تويتر، فيكن تابعوني على تويتر وعلى السوشيال ميديا، موجودين كلهم في الديسكريبشن. ومنبلش معكم المقطع، ان شاء الله يعجبكم المقطع، اهلا وسهلا فيكن. اوكي، هون عم يقولوا بدنا تحميل التشكيلات الحالية، استخدم التشكيلات الاولية، تحميل المستجدات، يتوفر تحديث. طيب خلينا نسوي التحديث لنشوف شو هو اخر التحديثات اللي نزلت في الجيم. طبعا المقطع الماضي لعبنا الفولتا، خلصنا القصة تقريبا، هي كانت الرحلة من البرازيل لدبي، كانت حلوة انترستينج. طيب هلأ حنبلش معكم طور المهنة. مهنة مدير فني ومهنة لاعب. ابدأ كأعجوبة شابة وشق طريقك في عالم كرة القدم لتنتقل من شخص مجهول لأسطورة النادي، لأسطورة النادي. في النهاية قد تعتزل وتتابع كمدير فني، تولى زمام الأمور لناديك المفضل وتحكم في كل الجوانب الإدارية والتكتيكية لتشكيلتك، ستكون مسؤول عن كذا النادي تحقيق أهداف استراتيجية وتجارية في مجموعة مختلفة. طيب مهنة لاعب، خلينا نفوت اللاعب، اختر لاعب حقيقي ولا أنشئ لاعبك المحترف. والله لا، خلينا نختار لاعب حقيقي. شورت كاتس يا شباب، حناخده من البايرن ولا مين؟ ناخذ محمد صلاح، شو رايكم؟ انجلترا وليفربول بريميوم ليج. قيمة النادي، اوف يا قيمة. ميزانية الانتقال، تأسس النجاح المحلي، حاسم انخفض جدا الوضع المالي، تطوير استبدال الفريق، تقدم. اللاعبون، أين أنت يا صلاح؟ طبعا ما حيكون هون صلاح. ليش مانشستر سيتي؟ أنا ما بدي مانشستر سيتي، ليفربول يا شباب. أيوة فانجيك صلاح، محمد صلاح، ليتس جو. ذهب التقدم، عودة تقدم. لكن إذا تريد بدء نمط المهنة مع صلاح، نعم. طيب 6 دقائق، جنيه استرليني، الشامبيون. اوكي تقدم. طبعا عشان بس الوقت اخترنا لاعب اوريدي موجود، ما سوينا اللاعب الخاص تبعنا، اخترنا لكم محمد صلاح من ليفربول. ليفربول بالبريميوم ليج طبعا حتكون الجيمز كلها موجودة، بما انه نحنا اخذنا انجلترا. كرييت نيو كارير، الكارير شو نسميه احمد عشان ما نخربط. بركدان بدنا نسوي مود جديد او طور جديد. اوكي المركز عنا 4 5 جمعة سبت احد. في عنا يوم الاحد 5 الشهر مباراة ودية. اوكي حفظ تدريب، طور خصائص تقنية اجمالية، 5 جلسات تدريبية كل اسبوع كحد اقصى. طيب ليتس جو. خلنا نشوف هاي شو. ابدا التدريب. حركات مهارة، يا سلام يا سلام، والله كنا داخلين على مباراة حقيقية يا شباب.
طبعا من دون ما نركض نتحكم بالكرة أكتر. باقي 10 ثواني. هون نقاط زيرو ليه؟ بالار. اوه ايوه بدنا نساوي حركات المهارة بالآر. اوكي اوكي اعاد تمرين 2 من 3 مشاهد نتائج. شو كانوا كاتبين؟ ما قريت. شايفين شباب، واحد لازم يقرأ عشان نعرف شو بدنا نسوي. السلام، يا سلام على المهارات. نشوف النتائج، مع انه ما كتير مبسوط صراحة بالهي، بس ليتس جو. مفتوح يا اخي، ندخل على المباراة دغري، شو رايكم؟ هل تتذكر أن التدريب ستفقد كل الجلسات التي تتمشاها دون أن تلعبها؟ أضف حصة تدريبية. شوف اللون بيقولنا الهي. سيناريوهات الهجمات المرتدة. Let's go. اضغط مستمر اكس احتواء مربع، اضغط مستمر R2 احتواء ثانوي تدخل بالزحلقة. سهلة، امور سهلة هاي. هاي الزحلقة. ايوه طيب، انه شو نسوي؟ منيح، اخذنا عليها بوينتس. شايف نتائج دي. طب بدنا نخلص يا اخي، لازم نضيف حصص ونلعب الشغلات هاي. ايصال الكرة للمنطقة هاي سهلة.
محاكاة هدلون شو هدلون؟ محاكاة الكل، العب التمرين الثاني، محاكاة الكل، محاكاة التمرين ومحاكاة الكل، ما بعرف. أشوف محاكاة الكل، سيدنا محاكاة على درجة حقها، أنت متأكد إنه غدا محاكاة الكل، أوكي. و ليه؟ لا اصبر اصبر اصبر، ما بدي الا خروج. طيب خلي ولي، خلينا نفوت على ال ايقاف المحاكاة. يار شو صار؟ اوكي، ليفربول مع انتر ميلان، ليتس جو. اختيار بلا تدريب بلا بلوط يا اخي، خلينا نفوت دغري على هي تقدم. ألعب تحكم في صلاح بكل الفريق؟ لا بدنا نلعب بكل الفريق يا شباب، حركات سريعة تخصيص. نويس اوهو في الزاوية الصعبة. نايس اوكي، اوبشن ليتس جو ليتس جو، حامينا شوي وظبطنا. التركيز كله عليه اليوم، مصدر اهتمام لوسائل الاعلام رغم اخبار قرب رحيله من الفريق، لكنه سيخوض هذه المباراة بشكل اساسي. نحن على بعد دقائق من بداية المباراة، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان من ملعب المباراة، واكد لحضراتكم بان الاجواء رائعة، اجواء مثالية لمباراة كرة القدم. محدثكم بدنا الشوالي يا شباب، بدنا الشوالي صحبتكم للتعليق على مجريات اللقاء والمباراة الاولى في دور المجموعات لهذه البطولة التحضيرية، حيث سيكون فريق ليفربول يواجه فريق انتر. هذه المواجهات مهمة جدا وتعطي مؤشر على حالة الفريق البدنية والفنية أيضا والنفسية قبل بداية الموسم. في المباريات الرسمية يكون من الصعب تجربة بعض الأمور، ومن الأفضل بأن تجرب في المباريات الاستعدادية وتحاول تصحيح الأخطاء قبل أن تحدث في مباريات حاسمة. يا أخي حطيت باص أنا. إنتر يفقد الكرة، ملعوبة إلى صلاح. مو صلاح مو صلاح، شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة، تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. حرام الكرة راسية لكن الكرة بعيدة عن المرمى، واضح تأثير الضغط الدفاعي في اللقطة الماضية. معلش يا شباب، هي ممكن أول جيم لعبتها عم بلعبها بال فيفا 21، يمكن يكون اللعب بيض، مع انه هم شكلهم حاطين لي ال عرضية ضعيفة ايضا، تبعد من اول مدافع، كرة سهلة بيلتقطها الحارس. كنا نلعب فولتا الاسبوع الماضي، مباراة منتظرة اليوم بتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في مقابل روميلو لوكاكو في الفريق الاخر. محمد صلاح هو لاعب بقدرات هائلة في التحكم بالكرة وبالتالي محمد صلاح. الله عليك يا صلاح، الله صلاح صلاح. أوهو. الكرة في المرمى، مهارة خيالية، نهاية خرافية، حط على الطاير بكرة لا يسجلها إلا الكبار. نشوف كرة الهدف مرة أخرى، البداية كانت عرضية نايس. ثم كانت التسديدة الرائعة، خد وقته فيها، تركها ترتد أولا ثم سددها على الطاير داخل الشباك. شو يا حبيبي صلاح هذا، شو يا مدير لوكاكو لما بيحاول يضغط تصل إلى إريكسن.
لوكاكو بيحافظ على الكرة، كرة إلى خارج الملعب، رمية جانبية. طيب برأيكم كم حيخلص هذا الجيم؟ ممتازة التمريرة العالية. Right. مقطوعة هذه التمريرة يا صلاح. قطع صلاح. لوكاكو بيحافظ صلاح. على الكرة. فريق انتر يخسر الكرة الآن. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض الكرة. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول. مهارة كبيرة في التمرير. يا الغدرة. محاولة محاولة بس يلا. فينالدوم. يا سلام حلوة البينية. ما في أوفسايد. انطلق بشكل مبكر، وقع في التسلل، كرة كانت من الممكن. مع اني كنت مراقب يا اخي قبل الأوفسايد بشوي والله. ليفربول يحاول استغلال الأطراف بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. والله تدخل شرعي. حولها أوكي. إلى رمية تماس. مارتينيز. مارتينيز. لوكاكو. انتر يفقد الكرة. بينية تكسر الخط الخلفي. وصلت الان لساديو ماني. والله حرام حرام حرام. كترت شوي كترت. كان ممكن يجعل فريقه متقدم بهدفين. فرصة كانت سهلة. اصبر اصبر يا فارس اصبر. لكنه اضاعها وقد يندم كثيرا على هذه الكرة. ما هذه الكرة. يا اخي عم نعطي باس بس عم يتاخر، ممكن لاني عم بركض مثلا. شو هيدا؟ رمية تماس لليفربول. تدخل اللاعب يفقد الكرة. مو بس انت بتتدخل يعني، انا بتدخل كمان. ها تفضل. طلعت كرة تعود الان الى التماس. يا حكم يا حكم عم يضربوا يا حكم. الكرة في اللقطة السابقة. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن. يا أخي ديك الزاوية بعيدة أنا ما بشوف. مساحة موجودة على طرف الملعب. كرة على الطرف. البحث عن كرة عرضية. تمركز الجيد. أوكي نعطيكم ركنية تفضل. إعادة للكرة الخطيرة كانت قريبة جدا من المرمى. ركنية باتجاه المنطقة. يا ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. شو مشان يا حكم؟ تدخل سيء في اللقطة الماضية يستحق عليه البطاقة الصفراء. صح. الكرت الأصفر في وجه لاعب انتر بعد التدخل العنيف. كما نشاهد من الأرقام ليفربول لم يستحوذ كثيرا على هذه المباراة. هذا لي فرصة هدف في هذه اللحظات. والله ما لحق صلاح. انحنى بيلحق صلاح بس كنت شطه. بسم الله لاعبي صلاح هو الاساسي في الحاله الحاليه. رمية تماس لليفر. اوفسايد. روبرتو فيرمينو. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم ايضا بوجود تسلل. قرار سليم. الله على تمريره من صلاح تضرب الدفاع. هاندانوفيتش يتصدى لكن الخطوره مستمره. هلو. اليوم الاول بطولة كأس الابطال الاسيوية، بطولة ودية تحضيرية مفيدة لكل الفرق، الان اصبح الجميع يدرك مدى اهمية هذه البطولة. لولا صفرة حكم اوفسايد. كيف اوفسايد طيب يا اخي قبل الاوفسايد؟ تسلل مثير جدا للجدل. ليك يعلن ليك. حكم مباراة المساعد. قبل شوف رجلي ورجلك. شوف اللعبة ما كنت حاطة بعد على موجودة لكن فيها راية وتسلل. مارتينيز. فريق انتر يخسر الكرة الآن. بينية تمر من الدفاع. الحارس يخرج من المباراة. صلاح شد شوي يا صلاح.
مو صلاح. ناين كولان ألا مع لوكاكو، انتر يهاجم الآن. أوفسايد. صافرة تسلل، تحرك في وقت مبكر قبل تمرير الكرة. مش لهذا أصلا. كان بالإمكان تدخل بشكل خاطئ فوق الفلتة. ما بقصدي الحكم، ما بقصدي. ممكن نشوف فيها إنذار. أيوه أيوه هيك، خليك خليك. ولا عطى أصفر. والله حكم عطى أصفر لجوميز. تصدي سهل من أليسون بيكر. يا سلام، حلوة البينية. حلوة حلوة يا صلاح، روح روح لحالك. صلاح. فرصة متاحة. السلام عليك. السلام عليك يا صلاح. السلام عليك. ليفربول يتقدم ويوسع الفارق إلى هدفين. نشوف في عادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة. والله مرتدة سريعة يا شباب. قوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى. بينية خطيرة. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كرة خطيرة على المرمى، كرة هدف الآن. سلام. هدف لمصلحة الليفر. سلام. Too easy man, too easy, too easy. نرفع المستوى شوي. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك. فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. ما غيرت تشكيلة، ما غيرت شيء، بس في شيء ضغري فيها. المهم ليفربول 3-0. خلينا let's go for the second half. ينطلق الشوط الثاني والنتيجة تشير لتأخر الإنتر. لوكاكو. والله هذا جوميز كان لازم طلعوا لأنه معه كرت أصفر عشان نعرف نحن. وضعية اختلفت، أصبح الفريق المستحوذ وأصبح الفريق المسيطر على الكرة. ليفربول يفقد الكرة. حرام حرام حرام، كنت أعطي أبنى. والتدخل الآن وبعد الكرة إلى ضربة ركنية. لعبتي لعبتي الضربة الركنية، لعبتي يا شباب لعبتي. ميلر بيلعبها في وسط ال 18. إريكسن يستعيد الكرة لفريقه. لوكاكو. كرة في الجناح. تدخل ممتاز من المدافع على الطرف. ما في مساحة، ما في مجال، لعب تحت الحصار. تحت الحصار. يلا يا مصلاح، يلا يا مصلاح. تقدم تقدم. تشير إلى نادي أرسنال قريب. هذه كرة هدف الآن. الهجمة ما زالت قائمة. نجم المباراة. نجم المباراة. نجم المباراة. حديث اليوم. مانشيت حركات. حركات يا صلاح. حركات. يتألق ويسجل الهاتريك في المباراة. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، ومن ثم نشاهد أبو صلاح كيف حافظ على الكرة تحت الضغط وتحكم فيها بشكل جيد أسطورة. قبل أن يضع الكرة في المرمى. الفارق الفني كبير جدا بين الفريقين في مباراة اليوم. واضح أن المباراة تنتهي. ساديو ماني. يفتح اللعب على الطرف. فيرمينيو ممكن يسجل الآن. نايس نايس نايس. وين الحارس؟ جود جود جود. الهدف يدخل بدون صعوبة. كبير كبير. الكرة في الشباك. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي، كل اللي سواه أن تابع الكرة داخل المرمى، ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. صلاح في انطلاقة ممتازة. يا سلام يا أبو صلاح. يا أخي أعطيته باس، والله أعطيته باس. فينالدوم. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويب الماضية. أرسل لك كرة على القائم البعيد. تألق في بعض الكرة. عارف بسوي شوية حركات. زهقنا يا أخي شوي ندخل جول. أشرف حكيمي. عنده مساحة في الطرف.
تغطية ضعيفة من المدافع، الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. كريستيان إريكسن، صراع بين اللاعبين على الكرة. ناينغولان أوفسايد، أوفسايد. أليسون يتصدى للكرة بسهولة. كيف مش أوفسايد يا حكم؟ شباب توتروا 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 الطليان. عند الكرة الآن عرضية فيها خطورة. شوف يا العرضية، شوف يا العرضية، والله مرت من فوق الجميع. عندنا صلاح جوا، روح. تمريرة إلى صلاح، عرضية تصل للقائم القريب. لا، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. ناينغولان، دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. لوكاكو، تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. عرضية لمانين داخل الصندوق، فرصة ما كانت عم تزبط العرضيات يا أخي، الجزء هذا بشكل مطلوب. لا جديد، الله على الكرة، والله لو دخل على المهارة، على دقة غير العادية في التمرير. تمريرة جميلة من فيرمينو، كرة لساديو فيها خطورة. نويس، ما في أوفسايد، لا توفي أوفسايد. على الكرة، لا على لا لا لا، أنا عارف، أنا عارف، عارف. على النهاية، يا عيني عليك، يا عيني عليك. لكن فيها راية، راية تأخرت في اللقطة الماضية، هدف يلغى في هذه اللحظات. ألغى لنا هدف يا أخي، ما كان لازم يلغي أصلا. ليفربول يفقد الكرة. فرض السيطرة، استعراض العضلات، إظهار القوة، نتيجة عريضة للفريق، كل شيء واضح هنا في هذه المباراة. بدون مبالغة، ليفربول كان اليوم أكثر من رائع، عرف كيف يسيطر، عرف كيف يفرض أسلوبه، عرف كيف يا أخي ليش تطول لشوت، عرف كيف لا يترك مجالا لخصمه بالعودة في هذا اللقاء. تسع دقائق متبقية في عمر المباراة. ضربوا يا حكم، ضربة حرة ضد الإنتر. تريت ألكسندر أرنولد، تصل إلى محمد صلاح، ملعوبة لماني في وسط المنطقة، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. ما عم تزبط أبدا العرضية، أبدا ما عم تزبط، في مشكلة مرتدة. ممكن بالخطة ما عندي حدا بالنص، أنا في حدا بس ما عم تزبط. فريق إنتر يخسر الكرة الآن. الله على تمريرة من صلاح تضرب الدفاع. ليفربول يسجل. Too easy. صراحة too easy. نشوف الهدف مرة أخرى. نرفع مستوى شوي. السلبية الجميلة. ما فينا نرفع مستوى من هون. منفوت على الإعدادات. إعدادات اللعبة. الكاميرا، تقصير اللعب، سرعة جري، تسارع، هدلون كلهم، قدرة حارس المرمى، كمبيوتر كله هدلون، امام مستخدم زر جديد، الصوت، بصري، كاميرا، ما في. منين نرفع المستوى؟ او خيارات الوصول مثلا. لا هدلون ما دخلون. بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة بتسديدة مهارية في الشباك، هدف جميل بدون شك. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. ديوغو خوتا، أوريكي، بينية خطيرة، بينية سليمة من ساديو ماني، حلوة من حارس المرمى، يصل الكرة البينية قبل المنافس. كريستيان إريكسن،
شو السالفة؟ خلصت؟ نايس نايس جي جيز. صلاح مين طلعوا اصلا؟ ما بعرف بس يلا. ضاعت الكرة وضاعت الهجمة. تبديل سريع. محمد صلاح. نايس نايس. ليتس جو ليتس جو. نشوف شو في عنا هلا. طبعا هاد لون النتائج النهائية تبعت الفرق الثانية. هذا يوم الأربع مباراة ودية، نحن لهلا بالمباراة الودية. طيب حور اللاعب خليه مثل ما هو. خلينا نلعب مباراة ثانية يا شباب، شو رأيكم؟ اوكي نلعب مباراة. ليتس جو. محمد صلاح من هون. في عندي هذا نايس 3 نايس 4. كل الفريق. ليتس جو المباراة الودية الثانية يا شباب. طبعا هذا طور المهنة، اخترنا اللاعب اوريدي موجود اللي هو محمد صلاح. شو بدنا نساوي هون؟ المهم ليتس جو. اي حركات تدريب مو لنا يا الشباب، مو لنا. ننزل مشاهدينا تاتينا وتبدا معها المباراه الماطره والكل متحمس لهذه المواجهه. معكم محدثكم فارس عواض من كابينه التعليق. لحظات على انطلاقه المباراه الثانيه في دور المجموعات من هذه البطوله التحضيريه، حيث سيكون فريق بروسيا مونشنغلادباخ في مواجهه الريدز نادي ليفربول. اكيد الفريقان يبحثان عن التواجد في الادوار الاقصائيه حتى ولو كانت بطوله تحضيريه. الفوز فيها له دور مهم. طيب يا شباب شو رايكم حيكون النتيجه؟ تحضيرا بالتاكيد انطلاقه الموسم خاصه ونحن لاعب في المباراه الثانيه لدور المجموعات. ممكن نسجل جول سريع. مساحه كبيره امام صلاح على الطرف بيمر فيها بيعدي. ممكن ليش لا؟ ممكن صلاح بقى. صلاح هدف مبكر بعد بالدقيقة الثانية. والله كفو يا صلاح، كفو كفو. أيوة شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. أشعرنا كما لو كان في الملعب. نايس 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 نايس. تماما هدف رائع. ليفربول يتقدم في النتيجة. مساحة كبيرة على الجناح، فرصة الواحد على واحد الآن. سومر يبعد الكرة. كان بيسوي حركة خطيرة بس ما زبطت. والله ما زبطت. أوسكار بيندت. تأخرنا فيها، تأخرنا فيها يا شباب، تأخرنا فيها. ومبين عليهم هدول معلم. لا ممكن يلعب لك كرة عرضية. والله لو لعب العقل. الكرة بتضيع من لاعبي ليفربول. والله ضاعت. تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية. ايوه ايوه. ليتس جو مان ليتس جو. يحاول استغلال الاطراف. عنده فرصه للتسجيل. يلا يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح. الهدف يدخل بجول. والله والله الجيم حلو، جيم حلو، جيم حلو. تعاون 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 يا شباب تعاون. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. ممكن صلاح يجيب واحد ثالث هاتريك اول جيم. ممكن 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 ممكن. ايزي مان ايزي ايزي يا اسطورة الهاتريك. ايزي هاتريك لهذا اللاعب الكبير. ثلاثية ثقيلة. والله ما اعرف هي المشكلة في المستوى ولا شو، ما بعرف. ديوغو خوتا اول لمسه يا صلاح. ما زبطت ما زبطت، كنت تسويها هيك تسقطها من فوق بس ما نزلت. كانت لوب لكن راحت عاليه عن المرمى.
إمبولو، توقع جيد في قطع الكرة. ليتس جو. ضغط عالي جدا في الأمام. والله ضغط عالي، ضغط الكرة عالي. الكرة خارج الملعب، ضربة مرمى. بس مو علينا، مو على ليفربول يا شباب. شوف الإعادة، شوف الكرة والهدف في الرائع من الفرعون المصري النجم العربي محمد صلاح. محمد صلاح. شو مشان يا حكم؟ يلا مر له إياها. إمبولو. أوف سايد. كرة بتمر بجوار المرمى. رائع في قراءة الفريق الخصم. ليتس جو صلاح، ليتس جو. على الطرف. هذه فرصة هدف. صلاح اعطي باس يا اخي، اعطي باس. سومر ينقذ المرمى من هدف محقق في الكرة الماضية. بيرفعها في وسط المنطقة. بعيدة شوي كانت. إبراهيم تراوري. كرة بتروح للفريق الخصم. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. مو له، أعطيت أنا، أعطيت للتحت. أوسكار بيندت. إيه بس شوتوا، بس شوتوا. مبين عليهم من هلا متلبكين وما عارفين شو بدهم يسووا، بس بدهم يشوتوا عشان يكون في عندهم شوطات بالنتائج. إمبولو. الأفضلية عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطة. جيبها جيبها يا حارس، جيبها. تدخل قوي في المنطقة، افتكاك قانوني الكرة، الحكم يشير إلى استمرار اللعب. استمرار، استمرار يا شباب، استمرار اللعب. ينطلق بالكرة الخطيرة. إيزي. الحارس يحمي المرمى ويمسك بالكرة. إيزي. شو هيدا يا خي؟ مستويات. روبرتو فيرمينو. لا هي اوفسايد، هي اوفسايد. انطلاقة متسرعة كانت نتيجتها تسلل، وبالتالي لا خطورة على المنافس. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. ليتس جو صلاح، ليتس جو. صلاح والمساحة الكبيرة على الجناح. يخترق ولديه المساحة. فينالدوم. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. فرصة هدف في هذه اللحظات. كريستوف كرامر. إمبولو. كريستوف كرامر. محاولة تنتهي عند حارس المرمى. لا لا، مستوى في شيء، مستوى في شيء غلط في المستوى. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. أنا حاطه نصف محترف أنا، يعني مش كثير منزله. العرضية باتجاه القائم الثاني. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. حلوة الكرة إلى الطرف. ليتس جو. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة. نايس. ليفربول. جيز. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. وقفت مين وإعادة مين؟ بسرعة بسرعة بدنا ندخل على اللي بعده. أمامه فاضي تماما، هدف رائع. أعتقد بأن هذه المباراة انتهت في شوطها الأول، لأن فارق الأهداف صار كبير في هذا اللقاء. والله أربعة. ومحمد صلاح مصاب. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح. لا لا لا، محمد صلاح فيه مشكلة. هي وقت وعى وقت ضرب وقت السنتر. واضح أن الأمور حسمت هنا في هذه المباراة. في السنتر. واضح أن النقاط الثلاثة. طيب خلي رأيي حلقة شوي، صلاح بدله ولا خليه ولا شيل، ولا والله لازم نشتغل على الستامينة تبعيته. لا اللاعب بعيد عن المرمى واحد.
والله يا الأكيرسي تبعيته. طيب ليتس جو، شفناه كثير ما قادر يلعب من غيره. الليبر انهى الشوط الاول متقدما في النتيجه، وعليه ان يلعب بنفس الطريقه في الشوط الثاني. لا حنخف شوي، حنلعب شويه باسات. نابي كيتا بعده مصاب صراحه، بعده مصاب، لازم نغيره. الكره بتضيع من لاعبي ليفربول. اوسكار بيندت، كريستوف كرامر، امبولو، لارس ستيندل، افتكاك ممتاز للكرة، يفرض أسلوبه، يفرض طريقته، يسيطر على الكرة. أخبار سوق الانتقالات هذه الأيام تتحدث على أن مانشستر فيها انطلق فيها راح. يا حكم مسكه، يا حكم مسكه ومسكه. طيب بدنا، ما بدنا لاعب، بدنا انتقال إلى المتابعة هذه الفورية. وين بدنا نغير اللاعب؟ المتابعة إعادة فورية، إحصائيات المباراة، المدرب. لا مش المدرب، لكان بدها تكون انتقالات نتيجة إعادة المباراة، الإعدادات. دخل الإعدادات يا أخي، بدنا نغير اللاعب. ما بدنا نغير لاعب. احصائيات المباراة، الأداء، تقييم اللاعب، اللاعبين. يا شباب بدنا نغير اللاعب، بدنا نغير اللاعب. ما في؟ والله شكله ما في. الحارس يخرج في توقيت مثالي، يبعد هذه الكرة، يبعد الخطورة. إمبولو، انطلاقه وبداية فرصة، تمريرة على طرف الملعب، عرضية ممتازة في وسط المنطقة. كان بإمكانه أن يتسرب بالكرة بشكل أفضل، عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. فرصة والمساحة موجودة. يا أخي ما مركزين. بدنا نغير صلاح، أي نهاية عالمية، أي مهارة وكرة مقصية، كرة على الطاير، هدف من عالم آخر. شوف مين غيروني على هذا الهدف. وصلاح المصاب خلوه جوا ولا شو؟ النتيجة الآن ربع. يا أخي بدنا نغير صلاح يا أخي، شو المدرب هذا؟ معي مقابل هدف، ثلاثة أهداف تفصل بين الفريقين. نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، ملعوبة إلى فينالدوم، ليفربول يهاجم. والله صراحة ما قادر يا شباب، صراحة ما قادر. الفريق يبني الهجمة بدون تسرع، احتفاظ ممتاز بالكرة. يا أخي هي ليش ما طلب تغيير؟ تصل إلى محمد صلاح، يعاني في التحرك. ما أدران بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية، ممكن هجمة مرتدة الآن. طب ما كل عارف انه مصاب. طيب يعني مدير الفريق ليش ما تغير؟ لتصديري هذه الكرة المرتدة، كان ممكن فرصة لاستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل. فابينيو تصل إلى فينالدوم بمروة، تقدم الكرة، ساديو ماني، والحارس يرتمي بكل أناقة. غير يا حكم، غير يا مدير، هذه لعباته. غيرني صلاح، خلينا نعرف مين يلعب الجناح الثاني. تغيير الان في صفوف الفريق. هلا صار بده يغير ابو الشباب. ركنية تنفذ في منتصف 18، الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر، محاولة جيدة، سهلة جدا على حارس المرمى، شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. يس ليتس جو مان، ليتس جو. يا
ليتس جو ليتس جو. اي لعبه كره السلطنه يا مزاجك يا لعيب يا مزاجك يا لعيب. ابدا لسه هلا نزلته هلا نزلته. يزور المرمى على الفور. اي شوق للاحتفال بهذا الهدف. شخصيه ويجهزيه لهذا اللاعب من دكه البدلاء الى هز الشباك بهذه السرعه. ما عندنا مزح نحن مع لا لا اذا نزل ابنه لا لاي لاعب بيسجل جول. يا لعيب لا 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 سيبك يا اخي سيبه يا اخي انا اعطيه اصلا قبل ما يفوت تسلل. مباراة تدخل الان في الثلث الاخير. روبرتو فيرمينو انطلاقه قويه من ساديو ماني بيعدي فيها بمر بيعدي ابعاد ممتاز الكره من يا اخي انا حركات بس حركات هيك بدي اسوي حركات خبر سعيد للجمهور واللاعبين على الاخص المدافعين بعدما توقفت الامطار عن الهطول. والله كان مطر مطر غزير ما كنا نقدر نركز. المدرب باستبدال هذا اللاعب بالنظر للاداء الاستثنائي اللي قدمه في هذه المباراه لكن ربما ايضا لاراحته. ايه عشان يريح شوي عشان الجيم اللي بعده. بكل فدائيه خذ ركنيه يلا. ركنيه الى داخل المنطقه. ابراهيم تراوري ايوه بس شوت بس شوت هيك. جو 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 ماني اوناها والله اوناها يا شباب. الكره مع تمريره ساديو ماني تدخل ممتاز بيخلص الخطوره من منطقته. المسانده تاتي من الزملاء. اوفسايد هذا انطلاقه متسرعه كانت نتيجتها شو عم تسوي جوا يا شباب شو عم تسوي جوا بعد مباراه كبيره يستحق عليها التحيه. يترك ارضيه الملعب والسعاده ما بعرف يعني كم لاعب نقدر نبدل لرده الفعل الكبيره من جماهيره. تسع دقائق متبقيه من عمر المباراه اللي ما بيلعبوا هي تطلع كرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كمان ليفربول تبديل اوكي. فان تشيك جيمس ميلنر بس نزلنا عشان اوريكي دينية خطيرة ما في ما في مزح ما في مزح انا عندي ما في مزح. برايي بان المباراه حسمت لان الفارق الاهداف كبير جدا وعندنا مستوى كان لازم 10 هو اصلا بس شوف كيف متحطمين الفريق الثاني. الثاني بيليا ابراهيم تراوري الكرة تعود إلى ليفربول. والله يا أخي الدفاع عندي متلبك ما أعرف شو أسوي بس. الحسن بيليا. ليفربول يفقد الكرة. ممتاز في الضغط العالي. يخسرها في مكان خطير. تسلل واضح. تسلل يا ابو الشباب تسلل يا عم عشان تسلل اصلا تركت لكم اياها. جو 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 ساديو ماني انطلق على الطرف ممكن يلعب لك كره عرضيه. لا يا اخي شو هي سهله جدا عند حارس المرمى. هذا كان جول بس جي جيز جي جيز مهم للضيوف خارج الارض. مباراة مو صلاح والله لو ما انصاب مو صلاح من اول مباراة كان 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 مباراة غير. anyway خلينا نشوف شو حيكون في عنا بعدها تقدم
طبعا هي نتائج المباريات كلهم. ليتس جو. وهيك بيكون في عنا مباراة يوم الأحد. لا ما بنلعب التدريب الجمعة السبت. أوكي في عنا مع اف سي بورتو. تمام يا شباب، لهون حنوقف المقطع. لا تنسوا الاشتراك وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. سبسكرايب لايك يا شباب لو عجبكم المقطع، وإن شاء الله بنشوفكم على مقطع جديد قريبا. وطبعا شكرا لاي اي الشرق الأوسط والجيم تشينجرز لسبونسرينج للمقطع هذا والجيم بلاي وفيفا 21. بنشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.